نتكلم بقى هنا عن الـ Preparation of Alkane. وأول طريقة هناخدها إن احنا نحضرهم يا إما من ألكين فيها دبل بوند أو من ألكين فيها تريبل بوند بطريقة اسمها الكاتاليتيك هيدروجينيشن، يعني الألكين أو الألكين مع هيدروجين في وجود كاتاليست اللي هو بنسميه بلاتينم أون كربون أو باليديوم أون كربون أو نيكل، والهيدروجين خدت بالك إزاي؟ بيشيل الدبل بوند تنفتح ونضاف اتنين هيدروجين بدل ما كانت دي سي اتش وفي دبل بوند هتصبح سي اتش 2 تاني سي اتش 2 اهي، يبقى بدل ما كان اتنين بيوتين او بيوت اتنين ان اصبح بيوتان، بدل ما كان اي ساين اصبح اي سان. الطريقة التانية من الالكايل هالايد، لو انا عندي حاجة زي البروبايل بروميد ممكن اشيل البي ار دي واحط مكانها اتش، بحيث بدل ما كان بروبايل بروميد يبقى بروبان عن طريق ريجنت اسمه ليثيوم الومنيوم هيدرايد. السولفنت بتاعنا تي اتش اف اختصار لكلمه تترا هيدرو فيوران، او طريقه ثانيه ان انا استخدم الزنك في وجود الاسيتيك اسيد، ده بيشيل البروم اللي موجوده ويحط مكانها هيدروجين. طيب الطريقه اللي بعد كده بنسميها طريقه فورتز. فورتز المعادله اللي تحت في الاخر خالص ديت، مثايل بروميد اهيت ومثايل بروميد تانية، يعني اتنين من نفس نوع الالكايل هالايد معاهم جزيئين اتنين من الصوديوم. ايه اللي بيحصل؟ الصوديوم بياخد الاتنين بروميد ويشبك ال CH3 مع CH3 ويدينا الايسان. طيب نحضر ازاي السايكلو الكان؟ ادوان 3 دايبروم بروبان، لو فعلناه مع الزنك هيشيل الاتنين برومين دول ويقفل الحلقة ويدينا سايكلو بروبان زائد الزنك بروميد. او عند سايكل الكيتون اهوت، يعني مركب في سايكليك استراكشر ومتصل احد كربوناته عبارة عن كربونيل كومباوند او كربونيل جروب، خدت بالك ازاي؟ كيتون قدام مننا، فده لو فعلناه مع الزنك امالجم في وجود اسيد ميديا اللي هي الطريقة بنسميها كليمنسون ريدكشن، بتحول لي الكربونيل الى سي اتش 2 فتحول الكيتون الى سايكلو الكان، او سايكل الكيتون الى سايكلو الكان. نفس اللي حصل خدت بالك مع الاوبن تشين الكين، لو جبت سايكليك الكين وعملت له ريدكشن كاتاليتيك هيدروجينيشن بريدكشن والنيكل نفس النتيجه بنحصل عليها، بس المره دي بنحصل على سايكلو الكان. طيب الرياكشنز بتاعت الالكان والسايكلو الكان، بص كده وخلي بالك الالكانز ايه الرابط اللي موجوده فيها؟ contains only strong sigma bond. All the bonds ما بين الكربون والكربون او ما بين الهيدروجين والهيدروجين بولر ولا نون بولر؟ لا نون بولر. ليه؟ لان ما فيش فرق في السالبيه الكهربيه. صحيح في فرق ما بين السالبيه الكهربيه بتاعت الكربون وبتاعت الهيدروجين، لكن فرق صغير جدا نقدر نتلاشاه او نتجاهله. طب ده هيترتب عليه ايه؟ alkanes and cycloalkanes are quite unreactive، يعني ما بتتفاعلش بسهوله ابدا، خدت بالك ازاي؟ ليه؟ لان هي في حاله ثبات واستقرار toward most reagent. اللي بيزود الثبات اكتر في التفاعلات او عدم انها تخش تفاعلات المور برانشد الكانز ار مور ستيبل اند ليس رياكتيف ذان لينير الكانز، فور اكزامبل الايزوبيوتان از مور ستيبل ذان النيوتان. طب كده بتفاعل ولا ما بتتفاعلش؟ بتتفاعل، بس بتتفاعل تحت دراستك كونديشن. اول تفاعل من التفاعلات دي اللي احنا بنستخدمه في حياتنا اليوميه كل يوم اللي هو بنسميه الاكسديشن او الكومبشن، يعني الالكان بيتحرق في وجود الاكسجين وبيدينا غالبا او في كل الاحوال كربون دايوكسيد ووتر، لكن الاهم كميه الطاقه اللي بتطلع اللي بنسوي بيها الطعام وبنركب بيها السيارات بتاعتنا، بتحرك السيارات بتحرك الطيارات بتحرك حياتنا كلها، اللي هي الطاقة أو الوقود اللي بيحرك حياتنا كلها، وعشان كده الألكانز مصدر جيد للوقود. تاني رياكشن برضو في حدته ما هو زي الأولاني خدت بالك، لكن ستيل فيجرس رياكشن اللي بنسميه الفري راديكال تشين رياكشن. الراديكال رياكشن ار اوفن كولد تشين رياكشن، والتشين رياكشن هاف 3 ستيبس، لها 3 خطوات. تشين انيشيشن اللي هي البداية، chain propagation الانتشار، and chain termination اللي هو الانتهاء. For example CH4 اللي هو الميثان، كلورين اهوت كإكزامبل على الهيدروجينيتنج ايجنت اللي هيتفاعل معاه، والكونديشن بتاع التفاعل يا اما هنكتب هيت يا اما
لايت يا هيت يا اما السن لايت، خدت بالك الناتج ايه؟ بعمل بالفري راديكال تشين رياكشن ريبليسمنت او سبستيوشن لواحده من الاتشات الاربعه دول واحط مكانها هالوجين. الناتج يبقى ايه؟ كلوروميثان، بدل ما كان ميثان اصبح كلوروميثان. طيب لو كان ايثان يبقى الناتج عندنا كلوروايثان، وخلي بالك من نفس الكونديشن بتاع التفاعل اللي هو الهيت او اللايت. طيب الكلورين والبرومين رياكتوز الكانز ان ذا بريزنس اوف لايت. اللايت ده ممكن اشيل كلمه لايت واحط مكانها الرمز ده. الرمز ده بننطقه ازاي؟ بنسميه اتش نيو، اتش نيو او هاي تمبريتشر تو جيف الكايل هالاين. طب التفاعل بيقف عند مرحله واحده، يعني بيديني ناتج واحد يوقف اللي هو المونو هالوجينيشن. يعني اشيل واحده بس من الاتشات الاربعه بتوع الميثان احط مكانها واحده كلورو، يبقى الناتج مسائل كلورايد او كلورو ميثان بيقف؟ لا، طالما في كلورين موجود والماده دي موجوده احتمال التفاعل يحصل معاها، والكونديشن اللي هي اللايت او الهاي تمبريتشر. وبدل ما كان فيه مونو كلورينيشن يبقى فيه مونو، فيه داي كلورينيشن، فيه تراي كلورينيشن، وفيه تترا كلورينيشن او تترا هالايدز. طيب اذا التفاعل كده انا بعمله عشان اخد ناتج واحد، ما بيدينيش ناتج واحد، اداني كام ناتج؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. طب لو انا عايز الناتج الاولاني بس ده انا هعمل ايه؟ ايه الكونديشن اللي عليها؟ خدت بالك ازيك؟ عشان تعمل الكلام ده يبقى الالكان اللي انت هتفعله من البدايه تحط منه لارج اكسس. ليه؟ لان التفاعل معتمد على البروبابيلتي. يعني ايه بروبابيلتي؟ احتماليه ان الكلورين او الفري راديكال اللي انت حاطه خدت بالك ازاي يخبط في المركبات اللي موجوده كتير وقائم. فايا كان المركب او الناتج اللي هيخبط فيه خدت بالك ازاي هيحوله لناتج تاني. طب اديله مين بقى بكميه اكبر عشان يعمل لي ماكسمايزيشن اللي يدي لمركب واحد؟ اديله الالكان اللي انا عايزه عشان يعمل لي مونو هالوجينيشن. طب ايه الاحتمالات التانيه بتاعت التفاعلات؟ بص على المعادله ديت، ادي اكسس او لارج اكسس من السايكلوبنتين كلورين، الهاي تمبريتشر اهي 150 درجه المره دي، خدت بالك ازاي؟ ادانا كلورو سايكلوبنتان بنسبه كام؟ 95%. طب ال 5% اللي باقيه راحت فين؟ قال لك احتمال يبقى عندك واحد واثنين دايكلورو سايكلوبنتان، احتمال يبقى عندك واحد وثلاثه دايكلورو سايكلوبنتان، احتمال يحصل دايمرايزيشن للسايكلوبنتان نفسه، خدت بالك ازاي؟ احتمالات اخرى، لكن احنا اللي حسبنا الحسبه دلوقتي ان احنا عملنا ماكسمايزيشن ليلد واحد اللي هو مين؟ المونو كلورو او المونو هالايد. بازاي؟ بان احنا نحط كميه كبيره من او لارج اكسس من الالكان او السايكلو الكان في البدايه. مثال تاني، سايكلو هكسان اهو كلورين اتش نيو الناتج كلورو سايكلو هكسان، لكن بنسبه كام في الميه؟ 50%. طب ال 50% الثانيه ايه؟ زي ما انت شفت كده في مونو هالوجينيشن، في داي هالوجينيشن، في تراي هالوجينيشن، وهكذا، في دايمرايزيشن، خدت بالك؟ لكن الناتج اللي انا عايزه طالما ما حطيتش لارج اكسس هنا اهو خدت بنسبه كام في الميه؟ 50%. طب لو ترشري بيوتان والمره دي بدل ما استخدمت الكلورين استخدمت البرومين كهالوجينيتنج ايجنت، نفس الكونديشن من اتش نيو او اللايت، الناتج ايه؟ ايوه ترشري بيوتايل برومايد وبنسبه كام؟ 90%. لاحظ ان البروم ما راحش على الكربونات اللي هي البرايمر اللي هي سي اتش 3 دي وسي اتش 3 دي وسي اتش 3 دي، راح على الكربونه الترشري، خدت بالك ازاي؟ يبقى هو سيلكتيف، بيختار المكان اللي هيروح عليه، والرياكتيفيتي بتاعته اقل بكتير من الرياكتيفيتي بتاعت الكلورين. الكلورين خدت بالك مور رياكتيف وليس سيلكتيف، وهنشوف معادلات ويلد يثبت الكلام ده كمان شويه. طب هو الميكانيزم بتاع الفيريديكال تشين رياكشن؟ احنا قلنا اولا بيحصل على كام خطوه؟ ثلاث خطوات، انيشيشن اللي هي البدايه، بروباجيشن اللي هو الانتشار، وترمينيشن اللي هي النهايه. بداية التفاعل بتحصل ازاي؟ الكلورين موليكيول عبارة عن كلور مرتبط برابطة كوفيلنت بوند مع كلور تاني، في وجود الـ H نيو بينكسر بالهوموليسيز. يعني ايه هوموليسيز؟ الرابطة دي متكونة من اتنين الكترون، الكترون من الكلورين اللي على الشمال والكترون من الكلورين اللي على اليمين، الناتج ايه؟ كل واحدة تاخد الالكترون بتاعها، الناتج يبقى اتنين كلورين راديكال، بنحط عليها النقطة ديت دلالة على ان هي راديكال. طيب خطوة البروباجيشن بتتم ازاي؟ يجي الكلورين اللي اتكون عند الراديكال ده يلاقي الميثان اللي هو سي اتش 4 متعطش جدا للالكترونات، ولان وصل لحالة الثبات بحالة منه في مداره الاخير 8 الكترونات، تعمل ايه؟ يخطف بسرعة اتش من سي اتش 4 فيكون لي اتش سي ال. طب ايه اللي حصل للسي اتش 3؟ انكسرت الرابطة برضه بالهوموليسيز وتكون ميثايل راديكال.
المسير الرياضي كان يقف ساكت؟ لا، ما بيقفش ساكت، يعمل هو كمان خطوة أو يساعد خطوة في إن الكلورين اللي موجود، وكان موجود كلورين موليكيول، يحصل له هيموليسيس وأروخر ويديني ميثايل كلورايد زائد كلورايد راديكال. يبقى عشان كده بنسميها خطوة الإيه؟ الانتشار. ويستمر التفاعل، والتفاعل بيبقى لحظي سريع جدا. طيب هل التفاعل ده هيفضل مستمر كده إلى ما لا نهاية، ولا هيجي له وقت ويقف؟ هيجي له وقت ويقف. إيه الاحتمالات اللي هتوقفه بقى؟ قال لك كل ما كان في صورة راديكال يعني متعطش لإلكترون تاني، أو الحالة لعدد من الإلكترونات عشان يوصل في مدار الأخير لـ8، لازم يوصل لحالة الثبات، يعني لازم يكون ربط. طب إيه الاحتمالات اللي كانت موجودة عندنا من الراديكال؟ إن يبقى عنده كلورين راديكال وكلورين راديكال تاني يتحدوا مع بعض ويديني كلورين موليكيول أهو. إيه الاحتمال التاني؟ إن يبقى عنده ميثايل راديكال وكلورين راديكال اتحدوا مع بعض واداني ميثايل كلورايد. الاحتمال التالت ميثايل راديكال وميثايل راديكال ادانا دايمر اللي هو الايثان اللي ما كانش في حسباننا خالص قبل كده. طيب يعني من شويه قلنا ان الكلورين مور رياكتيف وليس سيلكتيف، والبرومين ليس رياكتيف ومور سيلكتيف. اللي يدلني على الكلام ده ايه؟ الهالوجينيشن بتاع البيوتان ده، مره بالكلورين اهوت ومره بالبرومين. في كلا الحالتين هنا ادانا 2 كلورو بيوتان لكن بنسبه كام؟ 71%. هنا ادانا 2 برومو بيوتان لكن بنسبه كام؟ 98%. ده دليل على ايه؟ 98 هنا وال 71 هنا، ان ال 30% اللي باقيين تقريبا ممكن الكلور يخش على المسار اللي في الجنب دي، يخش على المسار اللي في الجنب دي، يخش على السكندر اللي هي دي، يخش على السكندر دي، يعني فيه احتمالات كتيره للرياكتيفيتي العاليه بتاعته. انما هنا بيخش في مكان واحد اللي بقى فيه المور ستيبل كربوكاتايون اللي هو على السكندري كربوكاتايون او السكندري كربون، وبيديني ناتج واحد بنسبه 98%. في نواتج اخرى ممكن او في نواتج، لكن نسبتها كام؟ 2% مقارنه هنا ب 30%. عشان كده بنقول ايه تاني؟ الكلورين مور رياكتيف وليس سيلكتيف، البرومين ليس رياكتيف ومور سيلكتيف. الاستابيليتي بتاعت الراديكال بتتبع زيها زي الاستابيليتي بتاعت الكربوكاتايون. طب هي الكربوكاتايون التيرشري كربوكاتايون مور ستيبل عن السكندري، والسكندري مور ستيبل عن البرايمري كربوكاتايون اللي بدوره مور ستيبل عن الميثايل كربوكاتايون. في الراديكال نفس الكلام، ولكن قبلهم بنحط الالايل راديكال والبنزايل راديكال والباقي زيه زي اللي هو الكربوكاتايون. طب ايه هي الرياكشنز بتاعت الالكانز او السايكلو الكانز بقى؟ اسمع كده البتاع ده، الريدكشن اوف سمولر سايكلو الكان. ليه بنقول ريدكشن؟ لما نيجي نشوف السايكل وربان هنلاقي المولكيولر فورمولا بتاعته عباره عن سي كام؟ سي 3، والاتشات ايوه عددهم كام؟ هنا 2 اتش، هنا 2 اتش، هنا 2 اتش، يبقى 6. طب لو بروبان عادي اللي هو زي ده سي 3 برضه، بس هنا 3 اتشات، هنا 3 وهنا 2، يبقى 3 و3 6 و2 8، يبقى هنا 8 اتشات، هنا كام اتش؟ 6 اتشات. يبقى عشان كده بنسميه ايه؟ ريدكشن، انا هزود عدد ذرات الهيدروجين. طب ايه الدافع للتفاعل ده؟ حاجه بنسميها الرينج سترين او الباير سترين. جه منين الرينج او الباير سترين؟ زي ما قلنا ان كل الكربون اللي موجود هنا عامل روابط احاديه في السايكل بروبان. معناها ايه؟ معناها ان الزاويه او البوند انجل اللي موجوده ما بين ذره كربون وذره كربون تانية المفروض تبقى 109.5. طب هنا لما يبقى سايكل وربان هتبقى 109.5؟ لا، ده عباره بشكل هندسي عباره عن مثلث، ومثلث متساوي الاضلاع، لان اضلاعه كلها عباره عن طول رابطه من ذره كربون وذره كربون تاني. زواياه الداخليه 180، طالما اضلاعه متساويه تبقى الزوايا دي كلها كل واحده 60 درجه. طب 60 والمفروض الطبيعي بتاعها يبقى 109، يبقى المركب هنا تحت ضغط شديد جدا بنسميه ايه؟ يا اما رينج سترين، يا اما بنسميه باير سترين نسبه للعالمين اكتشف الكلام ده. ده بيعمل ايه؟ بيخلي الكل اللي هو السايكروبروبان يتفاعل بشراهه مع الهيدروجين في وجود النيكل 120 درجه، وتفتح الحلقه وزود عدد ذرات الهيدروجين ودينا البروبان العادي. في حاله البيوتان ينفع الكلام ده؟ اه ينفع. هنا برضه رينج ولكن في شكل مربع، يبقى الزاويه هنا 90 والمفروض كام؟ 109.5 في الاس بي 3، يبقى من 90 ل 109. صحيح قليله عن السايكل الاوربان، لكن ما زال في رينج السن. عشان كده لو بصينا هنا درجه الحراره ل 120 هنلاقي كام؟ 200 درجه. تفاعل برضه مع الهيدروجين ويفتح الحلقه ويدينا البيوتان. زي ما تفاعل الهيدروجين يتفاعل البرومين، وبرضه محتاج حراره مع السايكل بروبان، يدينا 1 و3 دايبرومو بروبان. مع البيوتان وحراره برضه يدينا 1 و4 دايبرومو بيوتان.
طب الكلام ده ينفع مع السيكلوبيوتان؟ قال لك لا يمكن ينفع. طب ليه ما ينفعش؟ لان السيكلوبيوتان السيكلوبنتان البوند انجل او الزاويه اللي موجوده الداخليه اللي فيه دي عباره عن 108، والاس بي 3 كربون 109 ونص، في فرق؟ ما فيش فرق، يعني الرينج سترين اختفى، يبقى التفاعل مش هيتم. يبقى لما احط هيدروجين ونيكل على السيكلوبنتان يبقى النتيجه نو رياكشن. طب هنا ميثايل سيكلوبروبان وبضيف عليه الاتش بي ار مره وبضيف عليه الميه مره في وجود اسيد بحيث تتأيل لاسيد وبيز ل اتش او اتش. انضافوا ازاي؟ البي ار ده هتنضاف اكوردنج تو ماركينكوفرول اللي هناخدها ان شاء الله مع الالكين، بحيث تروح او تهاجم اللي هو الكربون اللي عليها بوز بتشارج لما تبقى سكندري كاربو كاتايون. وهنا نفس الكلام في الويتش، فالناتج يبقى 2 برومو بيوتان وهنا بيوتان 2 اول او 2 بيوتانول. شكرا ونراكم ان شاء الله في المحاضره القادمه.